السلام البنات، كيداير لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم فيديو مهم ان شاء الله، وصفه من اقوى الوصفات لزياده مخزون البويضات. وبين قوسين ملي كنقولوا زياده المخزون كنعنيو بان البويضات الميته اللي عندك في المبيض ديالك كيرجعوا انهم يحيوا. داكشي باش كيعطي الاختبار او كيعطي تحليل ديال AMH، كيعطي بان الخزان ديالك فيه بويضات جيده ان شاء الله، قابلة أنها تلقح ويحصل بها الحمل بسرعة. وصفة طبيعية، وصفة قوية، جربتها الأخت فاطمة من الجزائر بمخزون 0.20 حملات، وأكيد أنها فرحة جدا وبغات لكم تنتم هذه الفرحة هذه. وعلاش لا تنتم تكونوا حوامل إن شاء الله في الأشهر المقبلة بالوصفة القوية اللي غادي نذكر في هذا الفيديو هذا، وما كرهتهاش أنها توصل أكبر عدد من اللايكات باش تعم الفائدة وتوصل هذه الوصفة هذه علاش للجميع الاخوات اللي مازال كينتظروا معايا. وعارفه بان بزاف د السيدات كثار كيجربوا الوصفات ديالي وكينجحوا معاهم وكيرجعوا انهم يقولوا لي في التعاليق بانهم حوامل ما شاء الله. وعلاش لا نتوما ما تسناوش كثر من هذا الشيء، يعني ضروري تجربي، ما تبقيش تقولي بان الحلم ديالك مستحيل، جربي الوصفات علاش لا، وان شاء الله ربي غيجيب التيسير بالدعاء ديالك كذلك وكثر الاستغفار. ربي غادي ييسر الامور ديالك وغادي يعطيك الذريه الصالحه ان شاء الله. كاين بزاف ديال الاعراض اللي كيدلوا على ان السيده عندها انخفاض في مخزون البويضات، منها التعرق الشديد في الليل خصوصا في ساعات الليل الاخيره، كتسيده كيجي واحد التعرق شديد هي ما متعوداش عليه، وكذلك انخفاض مستوى الخصوبه، دوره الحيض الغير منتظمه او الدوره الشهريه كتكون غير منتظمه، كذلك الهبات الساخنه، انخفاض الرغبه في العلاقه، وكذلك صعوبه في التركيز، ويعني واحد تقلبات في المزاج. هنا كتعرف السيدة أن عندها هذا المشكل هذا، خصوصا إذا ترافق هذا المشكل مع صعوبة في الحمل. بطبيعة الحال السيدة كتمشي هنا تقوم بالاختبار أو بالتحليل اللي هو AMH، اللي هو كيعطي خزان المبيض، يعني البويضات اللي كتكون متواجدة في المبيض ديال كل سيدة، وكتختلف، يعني ماشي ضروري أن سيدة صغيرة في السن غيكون عندها واحد الخزان جيد. كاين بعض السيدات صغارت في السن ومع ذلك يفقدنا الخصوبة بكل سهولة في يعني في المراحل المبكرة، يعني وهن صغيرات كتقدر أنها تغيب عليهم الدورة الشهرية وكتقدر أنها تمشي لهم بالمرة. إذا هذا الشيء هذا كيكون على حساب الجسم ديالك، على حساب الوراثة ديالك. مثلا الأم ديالك مشات لها الدورة في واحد السن مبكر، أنت كذلك ممكن احتمال كبير أنها تمشي لك في واحد السن معين. أنت خاصك تحافظي على الخزان ديالك ديال المبيض بعادات جيده، يعني العادات اليوميه، الاكل الصحي، ممارسه التمارين الرياضيه، الابتعاد عن الضغط والتوتر، كل هاد الامور هذه كتساهم في ان المخزون ديالك يبقى في واحد العدد معين وما يبقاش ما تبقاش تفقدي يعني البويضات ديالك، وما تعرضيش لتكيس المبيض اللي حتى هو كيقدر ياثر لك على الخزان ديال المبيض. بالاضافه الى نمط الحياه اللي غادي تحاولي انك تغيري في الحياه ديالك، الاسلوب ديال الحياه خاصو يكون صحي اكثر، من عادات صحيه في الاكل ديالك، وكذلك في ممارسه التمارين الرياضيه، الابتعاد عن مصادر الضغط والتوتر. وكذلك فهاد الوصفه هذه راه غادي تساعدك بالفعل ان شاء الله في علاج هذا المشكل هذا، وممكن انها تحيي المبيض ديالك من جديد، وممكن ان يحصل بها الحمل بسرعه ان شاء الله. اول حاجه، اول نصيحة، السيدات اللي عندهم ضعف الإباضة يحاولوا أنهم يأكلوا فاكهة الأناناس، راه كنأكد عليها مجربة وجيدة إن شاء الله، فاكهة الأناناس في علاج ضعف المبايض أو كسل المبيض. يعني سيدة عندها دورة شهرية منتظمة، مع ذلك يعني ما كتحملش هاد السيدة هذه عندها واحد الكسل، واحد الخمول في المبيض ديالها، غادي تحيي داك المبيض ديالك بعصير الأناناس. من الأفضل ما يكونش المعلب، يكون طازج الفاكهة
ديال الاناناس معروفه بالفوائد ديالها وفيها بزاف ديال المنافع على المبايض ديالك وعلى تنشيط الاباضه، وكذلك ممكن انها تسرع من حدوث الحمل. اذا واظبي على التناول ديالها خصوصا من ابتداء من اول يوم لنزول الحيض الى غايه اليوم الخامس عشر، وحبسي هذه الفاكهه هذه لان الا حصل تلقيح للبويضه ممكن انها تاثر على ثبات البويضه في الرحم. والخلطه القويه او الوصفه الرائعه اللي جربت هذه الاخت هذه وكانت نتيجه مرضيه في سرعه حدوث الحمل، قبل ما نوصل لكم المعلومه ما كرهتكمش تنزلوا لللايكات، ديروا لي اللايكات لهذا الفيديو باش توصل المعلومه، لان فعلا ممكن تكون محتاجها كل اخت فيكم وكل سيده مازال ما شافتش الفيديو ممكن انها تفيدها بالفعل في حدوث الحمل ان شاء الله. بطبيعه الحال هذا الشيء كيبقى فقط اسباب، ديما توكلي على الله، ديري النيه ديالك، بحثي وجري وراء الحلم ديالك وان شاء الله يصبح حقيقه عند كل سيده ان شاء الله. يعني ما تفقديش الامل، الصبر ضروري في هذا المشوار، ضروري من الصبر وضروري انك تلحي وتطلبي الله في الدعاء، وكذلك ضروري ما ديري هذه الوصفات الطبيعيه راه كتجيب نتائج بالفعل. يعني بزاف ديال الاخوات حملوا فقط على الوصفات الطبيعيه والوصفات اللي كنحط في القناه وبالفعل تواصلوا معايا من بعد ما كان عندهم واحد التاخر طويل في الانجاب وفي الحمل. هاد السيده هذه 8 سنوات من الحرمان، 8 سنوات من العذاب والانتظار، مسيره كانت شاقه لها، مخزون 0.20 حصلت على الحمل بسرعة بهاد الوصفة هذه من بعد الله أكيد. إذا خلطة الحلبة مع حبة البركة، وصفة بسيطة وديما كنقلب لكم على السهل باش هكا تشجعي وتديري الوصفات ديالي وإن شاء الله يجيبوا معاك نتائج مرضية. خلطة الحلبة مع حبة البركة من أهم الوصفات لزيادة مخزون البويضات، ينصح بتناولها 3 مرات في اليوم من خلال خلط كميات متساوية بمقدار ملعقة صغيرة من الحلبة مع حبة البركة، ملعقة صغيرة مع العسل، العسل يكون تقريبا يعني تقريبا ملعقتين كبيرتين أو ملعقة كبيرة من العسل، وغادي تناولي ملعقتين يوميا صباحا ومساء. إذا العسل تقريبا ملعقة ملعقتين كبيرتين من العسل. بالنسبة للسيدات اللي عندهم يعني ارتفاع السكري او الامراض المزمنه يحاولوا انهم يستشروا الطبيب ديالهم في كل مره كيجربوا فيها الوصفات باش هكا يعني تفاديا للاثار الجانبيه اللي ممكن انها تسببها هاد الوصفات الطبيعيه مع الادويه ديالهم. يعني تاثير ديال الادويه مع الوصفات راه كيكون واحد التاثير وخاص ضروري المشوره ديال الطبيب المعالج. اذا ساكرر مقادير الوصفه، تقريبا ملعقة صغيرة من الحلبة غير مملوءة وملعقة صغيرة غير مملوءة من حبة البركة مع العسل الطبيعي، تقريبا ملعقة كبيرة من العسل أو ملعقتين، من الأفضل ملعقتين باش هكا يعني يكون واحد الخليط متجانس إن شاء الله. خلطي جيدا وتناولي ملعقة يوميا صباحا وملعقة مساء، يعني تقريبا ملعقتين، ملعقة في الصباح ملعقة في المساء، بمعدل مرتين في اليوم 3 مرات. يعني السيدات اللي عندهم واحد المخزون ضعيف جدا يتناولوا ملعقة في الصباح، ملعقة كذلك في وسط النهار أو بعد الظهر، وملعقة في الليل. السيدات اللي غايبة عليهم الدورة الشهرية يتناولوا الوصفة في أي وقت من يعني من الشهر، في أي وقت من الشهر ممكن تبدايها من اليوم من الغد على حسب المقادير واش متوفرة عندك ولا لا، بدايها في أسرع وقت ممكن باش هكا إن شاء الله تقدر ترجع لك الدورة ديالك. بالإضافة إلى هذه الوصفة هذه اللي غادي تناولوها بالنسبة للسيدات اللي بغاو يعالجوا المخزون ديالهم 20 يوما، 20 يوم كل يوم تناولي الوصفة كيف ما عطيتها لك. بالإضافة إلى هذه الوصفة هذه عاوني بالبردقوش أو مرد الدوش بمقدار 1 كوب يوميا. البردقوش هو حاولي أنك تناوليه مدة 20 يوما، إذا مدة العلاج هو 20 يوما بالنسبة للسيدات اللي غايبة عليهم الدورة ديالهم، اللي بغاو يرجعوا الدورة ديالهم وكذلك بغاو يعالجوا ضعف المخزون ديال البويضات. بالنسبة للسيدات اللي بغاو يعالجوا ضعف الإباضة يتناولوا الوصفة 10 أيام مباشرة من اليوم الأول لنزول الحيض إلى غاية اليوم 10 من الدورة الشهرية باش هكا يعالجوا ضعف الإباضة ديالهم، وإن شاء الله
الله تجيب معهم نتائج في سرعة حدوث الحمل. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي. إلى اللقاء.